صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعاء 25 أكتوبر 2011. اليوم حلقتنا من البحرين وعن البحرين مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. صباح الخير أستاذ نبيل. صباح الخير أستاذ العزيزة، أهلا وسهلا فيك في استديوهات الجديد وفي لبنان. يعني منكم سنحاول أن نستفيد وأن نعرف أكثر ماذا يجري في البحرين من وجهة نظر إنسانية تحديدا، ومن وجهة نظر منظمة حقوق الإنسان كيف تسير الأمور، ما هي الأوضاع فعلا في الداخل البحريني بعد الانتخابات. يعني يقال اليوم بأن أيضا حكومة أكثرية، بالمعنى ليس الأكثرية العددية وإنما أكثرية سياسية، تحكم أيضا في البحرين. خرج المعارضون من الحكم نهائيا أو بشكل شبه نهائي من البرلمان ومن التمثيل البرلماني. كيف هي كل التطورات في الساحة البحرينية؟ كيف يتم التعاطي مع بعض ما يتم نقله أو نعرف عنه مما يجري من أحداث متفرقة ما زالت تخرج؟ يعني ما زالت بعض التظاهرات تخرج إلى الشارع، هل من قمع، هل من تجاوب؟ وتحديدا علمنا بأن هنالك قرار للسماح بالتظاهر أيضا بناء على رخص. كل هذه الأوضاع أيضا، كيف ستقرؤون أو كيف تقرؤون ما يجري في المنطقة والتعاطي الغربي والعربي مع، يعني البعض تحدث عن ازدواجيات في التعاطي مع الثورات المتنقلة في منطقتنا. كل مواضيع رح نطرحها مع حضرتك، لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلك لارا جحا وموجز لأهم الأخبار. مشاهدينا برحب فيكم، ونبدأ حوارنا مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أستاذ نبيل رجب. سيد نبيل، بداية اليوم كيف هي الأوضاع فعلا في البحرين؟ كيف هي الصورة ما بين الشارع وما بين قوات الردع وما بين القرارات أو الانتخابات التي تم مقاطعتها من جانب شريحة كبيرة جدا وتحديدا المعارضة المعروفة بالمعارضة في البحرين؟ يعني الظاهر الآن وصلت الأمور إلى طريق مسدود. اتخذت قوى المعارضة الشارع سبيلا للضغط على السلطة. شبه نصف البلاد مغلق من قبل المتظاهرين أو من قبل القوى الأمنية. مواجهات في أغلب القرى البحرينية، اعتقالات تعسفية، تعذيب ممنهج في السجون، فصل كثير من الناس عن أعمالهم نتيجة مشاركتهم في هذه الانتفاضة، فصل كثير من الناس عن مدارسهم وعن جامعاتهم، استهداف الناس في أرزاقهم وفي تجارتهم، تعذيب ممنهج أدى إلى قتل على أقل 3، 4 ولا 5 أشخاص. بس من يقوم بهذه الأعمال؟ هل هي مباشرة قوات الأمن البحرينية أم تتهم بعض القوات التي، يعني سمعنا عن محاكمة ضباط سابقا وإعادة عدد منهم مجددا إلى السلك، يعني في حديث عن بأن ليس البحرينيين من يقومون بهذه الأعمال وإن من الأمنيين، يعني وإنما مثلا من هم من جنسيات عربية أخرى منضوين في يعني نحن نتحدث عن طرفين مختلفين، الجيش والقوى الأمنية. القوى الأمنية مشكلة من قبل الشرطة العاديين ورجال مكافحة الشغب الذي نسميهم رجال المرتزقة في البحرين، على اعتبار أنه يتم جلبهم من قبل بعض الدول الأسيوية وبعض الدول العربية من خلفية قبلية ومذهبية واحدة لقمع هذه الانتفاضة وقتل الناس. هؤلاء الناس مسؤولين عن غالبية القتلى الذين سقطوا في الأشهر الأخيرة، وهناك ناس آخرين قتلوا في تحت التعذيب في السجون، وأثناء التحقيق وأثناء التعذيب 5 أشخاص قتلوا. في الشارع هناك قوى أمنية ورجال المرتزقة، هناك قوات عسكرية تابعة للجيش وتابعة لمجلس التعاون الخليجي على رأسها المملكة العربية السعودية التي تم الاستقواء بها من قبل النظام البحريني، معروفين بقوات درع الجزيرة. قوات درع الجزيرة حقيقة هم القوات السعودية والقوات الإماراتية، وليست كل الدول الخليج شاركت في هذه القوات. نعم شارك هذه القوات في قمع الناس، في قمع انتفاضة سلمية كانت تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان. للأسف الشديد الجيش البحريني وهذه القوات شاركوا في احتلال مستشفى السلمانية وتحويل هذا المستشفى إلى مركز تعذيب ومركز تحقيق.
للأسف الشديد أن هذه القوات شاركت في هدم مساجد الناس، حوالي 40 مسجد أو دور عبادة تم تدميره أو بس هنا البعض يقول أن هنالك مبالغة بإعطاء صورة من البحرين بأن القوات مثلا إن كانت قوات الأمن البحرينية أو قوات درع الجزيرة أو الجيش البحريني يقومون بأعمال إلى هذا الحد، وبأن الصورة ليست بهذه السوداوية، وإلا لماذا الصمت العربي، لماذا الصمت الدولي؟ ويعني مرت استحقاقات أصعب بكثير، وفي بلدان عربية كانت لها مواقف مثلا في سوريا اليوم والموقف السياسي وجدنا بأن هنالك إعادة تموضع في عدد كبير من حلفاء سوريا ومن المقربين من سوريا عربيا. لماذا في البحرين إذا كان فعلا هذا هو المشهد لماذا هذا الصمت؟ يعني الأخت العزيزة، أولا يجب أن أؤكد أن البحرين تمنع الصحافة الأجنبية والغربية من دخول البلاد، تمنع منظمات حقوق الإنسان من دخول البلاد، تمنع المصورين والموثقين من دخول البلاد، وعلى هذا الأساس ترى أن هناك شح في الأنباء القادمة من البحرين. ولكن البحرين حسب كل التقارير الدولية التي أصدرتها المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية وكذلك الدول الصديقة للنظام تتحدث عن كل هذه الانتهاكات التي أتحدث عنه وربما أكثر، ولا توجد أي مبالغة في هذا الموضوع. يمكنك الرجوع إلى كل هذه الوثائق الموجودة على الإنترنت. نعم هناك ازدواجية في المعايير نحن الآن نعاني منها، نعم هناك ازدواجية في المعايير عند الدول الغربية، عند بعض المؤسسات، عند بعض غالبية الدول العربية، عند بعض المثقفين العرب. نحن لم نكن نعول كثيرا على الجامعة العربية، وعلى أساس أن هذه الجامعة هي نادي للأنظمة الدكتاتورية العربية في المنطقة وليست لها علاقة بشعوبها ما عدا ربما مصر وتونس. نتمنى أن نرى هناك ديمقراطية حقيقية في هذه الدول، وإلا كل هذه الجامعة تعبر عن أنظمة استبدادية تسلطية في هذه الدول. لم نكن نعول عليها، ربما كنا نتوقع من بعض الدول الغربية أن تقف معنا كما وقفت مع تونس ومع مصر، ولكن للأسف الشديد نتيجة التعقيدات المصلحية والتعقيدات السياسية لكون البحرين جزء من دول الخليج العربي الذي هو إقليم غني بالنفط الذي هو إقليم مؤثر في الدول الغربية، استطاعت أن تخمد أي ردود أفعال من قبل الدول العربية الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن بتنا للأسف الشديد ضحايا هذه الازدواجية في المعايير، ضحايا النفوذ الغربي في المنطقة، ضحايا الوجود الأمريكي في المنطقة، ضحايا المصالح الغربية الخليجية السعودية، ضحايا الصراع الإيراني السعودي في المنطقة. نحن حقيقة خرجنا في انتفاضة مطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لم نكن ولا نرغب أن تدول هذه القضية. بس هنا ألم تستطيع يعني إذا دخلنا فعلا إلى ما يعكس وما هي وجهة النظر الأخرى أو بالأحرى يعني الواقع كما يصور في البحرين بأن هناك صراع اليوم سني شيعي في البحرين، وبأن يتهم شيعة البحرين بأنهم مدعومون من إيران وبأن تحركهم فقط بدعم وبطلب إيراني والغزو الإيراني أو محاولة الغزو الإيراني إلى منطقة الخليج، هذا ما تخوف منه معظم بلدان الخليج. كيف يستطيع أهل البحرين وتحديدا شيعة البحرين أن يستقطبوا إخوانهم من السنة، يعني طالما أن المطلب واحد وهو العدالة والمساواة وأيضا المشاركة؟ يعني هل هنالك من السنة في البحرين من مؤيدي الشعارات المرفوعة في التظاهرات؟ يعني أولا أختي العزيزة، للأسف الشديد أن أبناء الطائفة الشيعية لازم في كل مكان يذهبوا يعلنوا براءتهم من إيران، وهذا شيء لا أود أن الخوض فيه، لأننا دولة مستقلة، شعب مستقل، شعب عربي يتحدث العربية، شعب يطالب بمطالب ديمقراطية، مطالب حقوقية كفلتها كل المواثيق الدولية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والحرية. ليست لهذه المطالب أي علاقة بمحاولة إيران السيطرة أو محاولة إيران الحصول على النفوذ الأكبر. هذه ورقة تلعبها الأنظمة الحاكمة، هذه الورقة يلعبها النظام البحريني والنظام السعودي لتخويف شعوب المنطقة بإيران وعلى أساس لشق الصف العربي بين شيعة وسنة. ولكن نحن لا نؤمن بهذه الخلافات المذهبية. نعم ربما استطاع النظام البحريني قليلا التأثير على في هذا الموضوع،
استطاع تخويف بعض من أبناء الطائفة السنية أن هناك الشيعة يريدون الحكم، ولكن لا يوجد في أجندة الشيعة ولا السنة ولا الليبراليين الآن في البحرين. ناس تتحدث عن حكومة ديمقراطية، حكومة منتخبة، برلمان منتخب ذو صلاحيات، توزيع عادل للثروة، تقسيم عادل للدوائر الانتخابية. كل هذه المطالب هي كما هي موجودة في كثير من الدول الغربية والدول الديمقراطية، لا ليست لها علاقة هذه المطالب بإيران. لا أحد يريد أن يكون هناك نظاما في البحرين كالنظام الإيراني، لا أحد، حتى شيعة البحرين لا يريدون، حتى شيعة البحرين لا يريدون أن يكون هناك. يعني زعم أكبر جمعية سياسية الشيخ علي سلمان هو رجل يتحدث عن نظرته رؤيته أنه يتحدث عن حكومة مدنية كالحكومات الموجودة في الغرب التي تحوي في تحت مظلتها اليسار والعلمانيين والإسلاميين سنة والشيعة، بعيدا عن هذه التقسيمات الطائفية. ولكن الأنظمة الحاكمة تلعب على ورقة التخويف من إيران، تلعب على الورقة الطائفية، وهناك من الدول الغربية من يشتري هذا الكلام ليبرر تقاعسه، ليبرر سكوته وصمته، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. شعب البحرين شعب يطالب بالديمقراطية، يطالب بحقوق الإنسان، يطالب بما كفلته المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. هنا بالدخول إلى مطالب الشعب البحريني، يعني اليوم كما ذكرت بأن الشيخ علي سليمان كان قد طالب بمساواة ومشاركة في الحكم وبدولة تشارك فيها كل أطياف المجتمع البحريني، لكن يعني اليوم عنوان الثورة ملكية دستورية، يقول البعض أن من يريد أن يقوم بثورة فهو يضع السقف الأعلى وليس يبدأ من المتوسط. يعني لماذا لم ترفع في البحرين، أم لم تكن فعلا ومباشرة منذ البداية المطلب كما في مصر وتونس وليبيا وفي عدد من الدول العربية، مطلب إسقاط النظام، كل النظام، لأنه مستحيل أن يطبق. يعني أنتم تقومون بثورة بقدر ما هو الواقع، يعني بقدر ما يقدم لكم الواقع، وليس ثورة فعلا على الواقع. أولا أختي العزيزة، يعني ليست كل المعارضة من هو يطالب بإصلاح النظام أو بمملكة دستورية. هناك جزء من الشعب والحراك الشعبي يطالب برحيل النظام، وأنا متأكد أن كل المعارضة وكل قوى المعارضة وغالبية أبناء الشعب هم مؤمنين بفساد هذا النظام الحاكم، ويعني بعدم صلاح هذا النظام للحكم في البلاد. ولكن الناس ترى الواقع الإقليمي، الواقع المحلي، بلد يعني فيه تشكيلات مذهبية مختلفة يجب مراعاتها في وأخذها في الاعتبار عنده كل هذه القرارات. نعم النظام الحاكم ارتكب أخطاء، نعم هناك كل القوى الشعبية ترى أنه لا يصلح أن يحكم، ولكن الواقع نحن في إقليم الخليج العربي، دول محكومة من قبل أسر حاكمة، وهذا التيار الذي يطالب بإصلاح النظام يتحدث لا يمكن تغيير النظام في ظل هذه المنظومة. فنحن الأفضل نطرح موضوع الملكية الدستورية، وهذا السقف الهابط التي تتحدثين عنه، وهم وجهوا بهذه الدموية وهذا القتل وهذا التعذيب وهذا التنكيل. أقل شيء 40 شخص قتلوا في الأشهر الماضية، مئات آلاف الناس سجني، آلاف من الناس تم تعذيبهم تعذيب ممنهج، ناس عذبوا حتى الموت، فصلت الناس عن أعمالها، استهدفوا في أرزاقهم، هدمت مساجدهم، أغيرت على منازلهم، سرقت بيوتهم. يعني تتحدثين عن حرب تطهير مارسها النظام البحريني ضد المعارضة التي في غالبيتها هم أبناء الطائفة الشيعية، فما بالك ربما لو تتحدثين عن تغيير النظام الحاكم لدك كل البلاد بالدبابات السعودية والدبابات الخليجية، خصوصا في ظل كيف اليوم السبيل، كيف هنالك، يعني نسمع أن هنالك بعض التحركات في الشارع، حتى في بعض المظاهرات التي التظاهرات التي يتم الترخيص لها من قبل الأمن البحريني. طبعا هناك تظاهرات مستمرة، ولا أعتقد أن هناك في ديمقراطية معينة في التعاطي مع بالتعاطي معها بالأسلحة، الديمقراطية الأسلحة، هم بيتعاطوا مع التظاهرات بالأسلحة، بيضربوا بالرصاص، بيضربوا بالرصاص المطاطي. وكيف يلخصون في بعض الأحيان لبعض التظاهرات؟ يضمنون كثير منها، يعني لا تنتقد رئيس الوزراء، لا تنتقد الملك، لا تنتقد النظام الحاكم، هناك الكثير من الإجراءات ولازم مؤسسة مرخصة، يعني تعقيدات طويلة
ليرخص، يعني لا يجوز لك اي انتقاد لرئيس الوزراء تضرب المسيره، اي انتقاد لملك البلاد تضرب المسيره، اي انتقاد للنظام الحاكم تضرب المسيره. ولهذا السبب 99% من المسيرات التي تخرج في البحرين هي تقابل بالاسلحه وتقابل بالرصاص المسيل الدموع والمطاطي والشوزن والرصاص الحي، ولا يتم الموافقه على هذه التظاهرات. ايضا اتهم بالامس مثلا المحكمه العسكريه اتهمت عدد من المتظاهرين بانهم هم من قاموا باما خطف الشرطي او قتل الشرطي او يعني هذا رايناه الان يعني لم نسمع. هل ايضا الشارع مسلح في البحرين؟ يعني كما ترين وكما يعني راقبوا وكل كل المنظمات الدوليه وكل المؤسسات الدوليه اطلقت على البحرين هي الثوره الاكثر سلميه، الانتفاضه الاكثر سلميه التي لم يحمل الشباب حتى سكين، حتى قطعة من الحطب، في حين قبلوا بالأسلحة وقبلوا بالدبابات. نعم لم تطلق الدبابات، لكن الرشاشات والأسلحة ولو حقب السيوف يعني، ولكن الشعب البحريني لا زال مصرا على سلميته، ما زال مصرا ولا زال مقتنعا أن بهذه السلمية سيحقق الانتصار. وأنا أعتقد اليوم في الشارع البحريني أي مراقب سوف يتأكد أن هذا الشعب سوف لن يتراجع مع كل الجرائم القتل التي مورست، مع كل الانتهاكات التي مورست ضد هذا الشعب، إلا أن هذا الشعب لا زال صامد، لا زال في الشارع نساء ورجال. لعلمك أن نسبة النساء هم ربما أغلب من الرجال في المشاركين في التظاهرات، وهم الآن هناك الكثير منهم في السجون يتم تعذيبهم. لا زالت الناس في الشارع، لا زالت الناس مصرة على تحقيق مطالبها، النظام لا زال مصر على ولا زال يعتقد أنه أسلحة وبهذه الدموية. لكن في بقعة ضوء من كل ما يجري يعني اليوم في البحرين، يعني هذا كما تقول بأن هنالك لازالت تظاهرات ووابة، هذا الأمر لا ينعكس إلى العالم الخارجي كما تلاحظ طبعا، يعني في تعتيم وفي أيضا تقصير من جانب المتظاهرين أنفسهم. يعني إذا كنا كما يقال اليوم أن في سوريا هنالك دائما وسيلة وسبيل لكي ينشر السوريون تظاهرات على المواقع الإلكترونية، لكي يعني في تنسيقيات للثورة السورية تستطيع أن تنقل يعني ما يجري في الداخل إلى كل العالم الخارجي. لماذا هذا الغياب في البحرين إذا كان فعلا هذا الزخم الكبير موجود؟ أولا أختي العزيزة، الضوء الذي أراه هو في الناس، الناس إصرار الناس هو بارقة الأمل الوحيدة الموجودة. لا أرى أي مؤشر من قبل النظام الحاكم أنه مقبل على أي إصلاحات حقيقية. لا أرى في رموز هذا النظام الحاكم قدرة ولا يعني مؤشر أن هناك متجهين، لا زالوا يعتقدون بهذه الطريقة القبلية البدوية القديمة، المواجهة مع الشعب، قتل الناس، سجن الناس. ولكن بارقة الأمل هي في الشعب، الشعب الذي لا زال مصرا، مع أنه قدم الكثير من الشهداء والجرحى لأنه لا زال مصرا. هذه هي بارقة الضوء. نعم احنا لا مشكلتنا حتى هناك في الإعلام، ونحن ضحايا هذه الزواجية في المعايير، حتى في تغطيات الإعلامية في القنوات، كما شاهدت مثلا قناة الجزيرة منذ بداية الأزمة للأسف الشديد، وقناة الجزيرة التي عرف عنها أن تغطي كل الثورات العربية والانتفاضات العربية، بل باتت هي المؤشر عن مصداقية الثورة من عدمها. هذا ما أقوله لك، يعني هون البعض يتهم، يعني مش يتهم، يحمل البحرينيين هذا التقصير. يعني كنت ذكرت سابقا بأنه ممنوع على الإعلام الدخول إلى البحرين بقرار من السلطة البحرينية ومن النظام، لكن لماذا لا تقومون فعلا طالما هي ثورة؟ يعني لابد ما أن يكون معكم بعض عتاد هذه الثورة، لماذا لا تقومون أنتم بنقل الصورة إلى الخارج؟ نقل الصورة بشكل يعني يومي هناك، بس في فعلا شح في الصور، شح في الصور. يعني انت لا تقارن موضوعنا بالموضوع السوري. اولا الشعب السوري عددا اكثر منه، هناك ربما تضامن اكثر من الشعب البحريني في العالم، في من قبل الدول الغربيه ومن قبل المجتمع الدولي مع الشعب السوري اكثر ما هو مع الشعب البحريني، ونظرا لهذه التعقيدات والمصالح السياسيه. ولهذا السبب ترين الانتشار الأسرع إلى الأفلام وإلى الوثائق السورية أكثر منها في البحرين. ولكن لا، هناك من الشباب الذين يوثقون كل الانتهاكات ويصورون كل هذه الانتهاكات، ربما تعلمنا كثيرا في هذه الانتفاضة. شباب البحرين اليوم باتوا هم الصحفيين، هم الموثقين، هم المصورين، هم نشطاء حقوق الإنسان، هم المحامين، هم المتحدثين على الصعيد الدولي. هذه الانتفاضة طورتنا كثيرا،
طورت الشعب كثيرا في الموضوع الحقوقي، في الموضوع السياسي، في الموضوع الإعلامي، في الموضوع الصحفي. ونحن أصلا اليوم بارة البحرين هي على أجندة المؤسسات الدولية، على أجندة الأمم المتحدة، على أجندة السياسات الخارجية للدول الغربية، وهذا كله نتيجة نشاط الشباب البحريني ويعني وتوثيقهم للأحداث. صح لي أن أتابع معك، لكن لابد من الدخول والتطرق إلى الشأن الداخلي اللبناني. معنا مستشار وزير المال الأستاذ أنطوان قسطنطين. صباح الخير أستاذ أنطوان. صباح النور. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان. بس للاستفسار، هل فعلا تسلمت وزارة المالية من الأمم المتحدة طلبا رسميا بتسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية؟ بكل بساطة، وزارة المال ليست هي الجهة الصالحة لتسلم مثل هذه المذكرات، يعني غريب الخبر بمصدره وبمضمونه. الجهة الصالحة إما تكون وزارة العدل يعني طرف تتراسل معه المحكمة الدولية أو رئاسة مجلس الوزراء. أما وزارة المال فهي ليست الجهة الصالحة لتسلم مثل هذه الرسائل أو مثل هذه الطلبات، وبالتالي ليس هناك من أي طلب تسلمته وزارة المالية. هذا مع العلم أن مشروع الموازنة الذي أعلنه الوزير الصفدي أمس يتضمن في بند من بنوده مسألة يعني تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي بإطار وفاء لبنان لالتزاماته الدولية. يعني لم يغب هذا الموضوع عن موازنة 2012 أبدا. نعم، شكرا كمستشار وزير المال الأستاذ أنطوان قسطنطين على هذه المداخلة وعلى هذا الشرح. بالمتابعة معك، يعني اليوم حضرتك تنقل ما يجري في البحرين، لكن فعليا مثلا في وثيقة، وثيقة العمل الوطني أو وثيقة رمضان أو وثيقة العهد التي تم التسوية عليها، ماذا جرى بها؟ لماذا لم تستمر المفاوضات مع السلطة البحرينية؟ يعني انتين تتحدثين ربما عن الميثاق العمل الوطني. نعم. التي كان في بداية 2000، وهو وثيقة بكل اختصار ملك البلاد قال لنا وعدنا أعطوني الملكية وسوف أعطيكم الديمقراطية، وأعطيناه الملكية وانقلب علينا بكل اختصار، وعدنا بوعود بديمقراطية لم تشهدها الدول الغربية أفضل من تلك الموجودة في الدول الغربية، حقوق وجاء بدستور فيه كثير من المعايير ربما التي تتوافق، وتحدث عن برلمان ذو صلاحيات وبرلمان آخر ولا ومجلس آخر للشورى ليس له صلاحيات، ولكن ملك البلاد انقلب على كل تلك الوعود، بل كثير من المواضيع قد تدهورت في ظل هذه الفترة. مثلا في حرية الرأي والتعبير كان موقعنا 67 في على 170 دولة في سنة 2002، الآن بتنا رقم 143 على 170 دولة. يمكنك يعني مشاهدة أو مراقبة هذا التدحرج والتدهور في مستوى حرية الرأي والتعبير. منظمة بيت الحرية تصنف البحرين من كانت دولة حرة جزئيا إلى دولة غير حرة الآن، هذا حسب بيت الحرية. بحسب منظمة Human Rights Watch البحرين تمارس التعذيب الممأسس. حسب منظمة الشفافية العالمية هناك فساد مستشري في البحرين، وهناك تدهور في تصنيف البحرين في هذه المنظمة. وهذه يعني في أثناء وجود عملية الإصلاح التي يتحدث عنها الملك والوعود التي أطلقها ومن ثم تراجع عنها. أبناء الطائفة الشيعية الذين اعتقدوا في أن الملك سوف ينقذهم من هذه المشكلة، من موضوع التمييز الممنهج الذي مورس ضدهم، اكتشفوا لاحقا أن بوجود الملك خسروا كثيرا من الأماكن. هم باتوا اليوم أسوأ وضعا في البحرين مع وجود الملك ومع وجود مع وعوده، في حين أنهم استقبلوه كاستقبال الأبطال. بس يعني أسوأ وضعا، يعني اليوم ما هو التهميش الذي يعاني منه شيعة البحرين؟ يعني معلوم بأنهم ربما في المراكز الأساسية في الدولة هم غائبون عن المراكز الأساسية، لكن في الإدارات العامة، في الاتحادات، البعض تحدث عن غياب من الاتحادات حتى الرياضية يعني في البحرين. اتحادات الرياضية، بما أنك تعرفين أن الكثير من الرياضيين، الكثير من أبطال العالم البحرين تم سجنهم وتم اعتقالهم وتعليم، كثير من الأطباء، كثير من الممرضين، كثير من النقابيين، الكثير من المدرسين الأكاديميين،
تم الزج بهم في 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 السجن للاسف الشديد في البحرين. سؤالك عن غياب الشيعة من السلطه, يعني هم يمثلون غياب. يعني اختي العزيزه, في حين كل التقارير الدوليه بما فيه تقرير السي اي اي التابع للحكومه الامريكيه يتحدث عن ان الشيعة ابناء طائفه الشيعيه يشكلون حوالي ثلثي الشعب, وهذا تتوقعين من عند سماعك هذه النسبه انهم سيشكلون نفس النسبه في دوائر الدوله, ولكن للاسف الشديد في مؤسسة الجيش يشكلون حوالي 0 إلى 1%, في مؤسسة الأمنية يشكلون من 1 إلى 2%. مؤسسة كمؤسسة أم بالقيادة تتكلم؟ في كل المؤسسة. في كل المؤسسة. في كل المؤسسة وفي بقية مؤسسات الدولة هم يشكلون حوالي 8 إلى 9% من القيادات في هذه المؤسسات, وفي بعض المؤسسات الحكومية هم غير موجودين على الإطلاق. يعني هذه المشكلة اليوم هم طيب الأكثر. بالانتخابات التي جرت أخيرا والتي يعني كانت لانتخاب أعضاء بدلاء عن الأعضاء الذين خرجوا من يعني ربما هاي ليست المؤشر الصحيح, لأن هناك مقاطعة طبعا الشيعة أقلية ربما يشكلون أقل من ثلث الآن في هذا البرلمان, ولكنه ليس المؤشر الصحيح على اعتبار ان المعارضه قاطعت. ولكن في البرلمان السابق هم جاءوا ربما المعارضه الشيعيه جاءت بحوالي 65% من الاصوات الانتخابيه, الا ان قوتها في البرلمان كانت 45%. عمل تشكيل وتوزيع غير عادل للدوائر الانتخابيه بحيث يحصل الصوت للمناطق المواليه للنظام يساوي 20 او 23 صوت في المناطق المعارضه للنظام. بهذه التشكيله وبهذا التوزيع الغير عادل الى المناطق الانتخابيه استطاع النظام ان يهمش ابناء الطائفه الشيعيه سياسيا واقتصاديا ثقافيا تعليميا. بس كيف السبيل يعني لان يكون هنالك فعلا يعني امل في اي تغيير ممكن؟ يعني مثلا اليوم مقياس بقاء نظام او سقوط نظام هو الجيش كما هو معلوم في معظم العالم العربي. يعني متى انشق الجيش لم يعد هنالك من داعم وراء النظام, متى سقطت القوى العسكرية أو انحازت القوى العسكرية إلى المتظاهرين فسيكون النظام في خطر حتى السقوط. اليوم إذا كان في غياب عن الجيش بشكل كلي, عن القوى الأمنية بشكل كلي, يعني وكما تقول لا يوجد أي سبيل حتى للمواجهة, يعني أول حتى لو يعني حتى لو كان هناك الناس لا في البارين لا تؤمن بالعنف, لا تؤمن بالتغيير العنيف إلى السلطة, وحتى في غياب دولي يعني وعالمي يعني لأي تحرك, فكيف يعني هل هو تحرك لمجرد التحرك؟ يعني لازلنا نعتقد أن المدرسة السلمية هي الأفضل إلى التغيير. لا زالت غالبية المعارضة لا تطالب برحيل النظام, لا تطالب بتغيير النظام, تطالب بإصلاحات هذا النظام. أنا أعتقد حتى هذه القوة التي تطالب برحيل النظام أو طالبت برحيل النظام لو هناك إصلاحات جدية سوف تخرج وسوف تؤيد هذه الإصلاحات, ولكن النظام ليس مقبلا على هذه الإصلاحات. لا أحد يريد دخول الجيش على أساس انقلاب, ولا أحد مؤمن بالانقلاب, ولا نحن الذين في البحرين كنشطاء حقوق إنسان أو كمعارضة سياسية مؤمنين بالتغيير العنيف في وليسنا يعني لازلنا نعتقد ان بالطريقه السلميه بالضغوط السياسيه بالضغوط السلميه بالضغوط الاقتصاديه يمكن تحقيق, ربما تاخذ فتره اطول وقت طويل, ولكن هي الافضل لتنئينا عن خساره الاكثر من الشباب ومن الناس وهم رجال. نحن لا نريد احد ان يفقد حياته لا من رجال الامن ولا من الناس, نحن نؤمن بهذه الضغوط السلمية المدنية الحضارية. اليوم التظاهرات تريد فقط التداول في تحديدا في السلطة التنفيذية تداول سلمي, أم تريد مثلا ما هي الإصلاحات؟ يعني سمعنا يعني الشعارات المطروحة حديث الآن عن وقف التمييز عن داء التجنيس السياسي مثلا, يعني أنا ربما لا أستطيع أن أتبنى رأي سياسي, ولكن شعوري أن هناك حتى الناس تطالب برحيل الملك يسقط حمد أو يسقط النظام الحاكم أو الشعب يريد إسقاط النظام, هي تعبر عن حالة احتقان, تعبر عن حالة يعني قهر, وتعبر عن حالة, وربما هذه الناس يعني لا تطالب حقيقة برحيل النظام برمته, ولكن للأسف الشديد النظام لم يعرف كيف. لماذا لا تطالب؟ يعني هنالك رضا على العائلة؟ لا رضا, يعني حتى أنا كشخص نبيل مؤمن أن هذه العائلة ولا هذا النظام الحاكم أساء كثيرا ولا يصلح أن يحكم البلاد, أنا مؤمن بهذا الكلام, ولكن في نفس الوقت أفهم التعقيدات الإقليمية, أفهم التعقيدات المحلية, أفهم التقاسم, أفهم يعني النسيج الاجتماعي للبلاد. هناك شيعة وهناك يعني سنة وهناك دول مجاورة وهناك دول خليجية
وأقليم يحكم من قبل أسر حاكمة، فهذه الأمور يجب أن أخذها في الاعتبار. ولهذا السبب يعني أعتقد أن يعني التعامل والتوافق يعني أطلب المطاعة يعني في هذا، لا يعني أقول أنت في منطقة خليجية يعني لا يمكن أن تخلي يعني يصل إلى حكم من هو من خارج تحديدا التكوين المذهبي يعني للمنطقة. يعني هذا أحد يعني أحد الأمور، أن يعني هناك ناس تؤيد النظام حقيقة، هناك يعني لا يقل عن 10-15% وهو هي المؤثرة وهي تؤيد النظام من الشيعة 10-15% غالبيتهم من أبناء الطائفة الشيعية، وقلية جدا من أبناء الطائفة، وهناك من أبناء الطائفة السنية من المعارضين، ولكن يعني هناك خشية أن يتم استهدافهم بصورة أكبر ما يتم استهداف أبناء الطائفة الشيعية، لأنهم ربما مرتبطين في مع النظام أكثر من أبناء الطائفة الشيعية الذين لا يوجد عندهم ما يفقدوا، لا يوجد أي ارتباط وظيفي أو ارتباط مصلحي من النظام، وقدرتهم على النزول في الشارع هي أكثر من أبناء الطائفة السنية. ولهذه التعقيدات يعني أنا أرى، وأنا لا يعني هذا رأيي المعارضة في نهاية المطاف، يعني تغيير النظام الحاكم هو نعم أنا أتفق النظام الحاكم أساء وفاسد ونظام حاكم ظالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يؤيده في هذا النظام في البحرين، وهناك أقلية جدا أقلية، وهناك دول خليجية يعني لا تستطيع أن تغير النظام في ظل وجود نظام سعودي ونظام كويتي ونظام إماراتي، معناته هناك بحار من الدماء، ونحن لا نريد هذا التغيير، نحن نريد التغيير، نريد التوافق، نريد المصالحة الحقيقية مع النظام، نريد حقوقنا ونريد ما هي الحقوق؟ ما هو ما يعني هو الحقوق التي يعني؟ كفلتها هي المواثيق الدولية والعهود الدولية، نحن نريد حريات، نريد ديمقراطية، نريد حكومة منتخبة، نريد توزيع عادل الثروة، نريد تقاسم السلطة، نريد استقلالية للقضاء، حكومة منتخبة، برلمان ذو صلاحيات للمراقبة وللتشريع وكل هذه المؤسسات. بس اليوم من يسمعك ويقول كيف لك يعني كيف هنالك غياب للحرية وأنت اليوم تخرج على الإعلام؟ يعني أخرج على تلفزيون الجديد، لما أخرج على تلفزيون البحرين يعني تلفزيون جديد في لبنان يعني في البحرين، لكن أنت تخرج على الفضائيات العربية أيضا وتتحدث من لبنان. طبعا أنا لا أستطيع الوصول إلى يعني أنا ربما الأكثر واحد الذي لم أعتقل الحمد لله ما عدا ساعتين ثلاث ساعات قبل لما عندما اختطفت. لماذا لم تعتقل؟ وكل النشطاء الحقوقي تم اعتقالهم وتعذيبهم، ربما أنا أفضح حالا وبقيت خارج السجن يعني لا تأخذيني كمؤشر إلى الحريات الآن الذين تحدثوا. لماذا مثلا يعني لا سمح الله يعني نتمنى لك أن تعتق، لكن يعني كيف السبيل إذا كنت تخرج إلى العالم؟ أنا لا أعرف حقيقة يعني السلطة وحسابات السلطة كيف تفكر، ولكن أنا أعتقد ارتباطي بكثير من المؤسسات الدولية، أنا أعمل مع رئيس نائب رئيس مستشار في كثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لا يوجد لي خطاب سياسي، لا أدعو لتغيير النظام أو إصلاح النظام، أنا حديثي حول معايير معينة، معايير حقوقية وطالب بتنفيذها، لا أستهدف ربما أشخاص بعينهم، لا يوجد عندي مشكلة مع الملك أو رئيس الوزراء، أنا مشكلتي مع المواضيع، مشكلتي على الانتهاكات التي تمارس من قبل أنظمتهم الحاكم، من قبل نظام الملك، نظام رئيس الوزراء، نظام ولي العهد، أنا هواي الخلاف على أساس موضوع لا يوجد عندي خلاف مع الأسرة الحاكمة، وربما لي أصدقاء منهم يعني، وبكرة أنا ألتقي بأي منهم، ولست من خلفية سياسية منذ بدأت عملي. لكن باستطاعة اليوم أي بحريني إذا كان موجود في لبنان أو في أي بلد آخر أن يخرج ويطلع عبر الفضائيات ويقول ما يقوله ويعود إلى البحرين ولا يلاقي ويزين في البحرين؟ يعني كل الذين تحدثوا مع القنوات الأجنبية في خلال 4 أو 5 شهور الماضية يعني غالبيتهم تم سجنهم وتم تعذيبهم، حتى أنا يعني تتحدثين عن حصانة ولكنني اعتقلت لساعات وتم تعذيبي، تم ضرب منزلي حوالي 3 مرات بالقنابل الغازي مسيل الدموع أثناء نومنا في الليل، تم تكسير البيت وتم اقتحام بيتي من قبل مسلحين، واستهداف مستمر في الإعلام المرئي والإعلام المكتوب، ويعني هذا أنا المحصن منهم، فما بالك هؤلاء الأشخاص غير المحصنين الذين عذبوا وقتلوا للأسف الشديد. يعني لا توجد حصانة لأي أحد، أي شخص يتحدث إلى الإعلام هو معرض للخطر، وغالبية من تحدث للإعلام إن لم يكن في السجن اليوم فإنه هرب خارج البلاد. أيضا بالإصلاحات يعني اليوم تتحدث بأن ما يريد الشعب هو فعلا المساواة
أيضا في مخاوف من الجهة المقابلة ومن السارع البحرين الآخر بأنه هنالك نية لهلال شيعي يمتد ويدخل إلى منطقة الخليج وبوابة العبور هي البحرين. ليش احنا نتورط بهلال شيعي وهلال سني وهلال شيوعي وهلال يساري؟ احنا جماعة نريد ديمقراطية، احنا جماعة نريد نعيش بحرية وكرامة ونفس الحق. احنا بعيدا عن المذهبيات، نحن لا نؤمن بهذه الخلافات. نحن نسيج البحرين هو شيعي سني، خلقنا مئات السنين وسوف نبقى مع بعض آلاف السنين، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. نحن نتزاوج، نحن نتعايش بعيدا عن الهلال الشيعي. نحن لا نؤمن بهذا الموضوع، لا نؤمن بدول شيعية أو دول سنية. نؤمن بالتعايش، نؤمن بالديمقراطية، نؤمن بالتسامح، بالعمل مع بعض. لكن هذا الحراك لم يتم إلا بعد أن انطلقت الثورات في العالم العربي. يعني اليوم هذا الخروج أو الخروج متكرر. يعني سابقا كان في محاولات وتظاهرات في السابق، لكن اليوم هل هي عدوى التحركات الشعبية العربية؟ لا، أولا يعني الحراك الشعبي والانتفاضة في البحرين تتحدثين عن سنوات طويلة. هناك ثقافة الاحتجاج، ثقافة التظاهر، نظرا لأن هناك في البحرين سكان أصليين تم غزوهم قبل 200 عام من قبل الأسرة الحاكمة الحالية. ومنذ غزو هذه الأسرة إلى البحرين هي تمارس كل القمع وكل الظلم وكل الاستبداد لهذا الشعب، وهناك انتفاضات على مر السنين. فهناك ثقافة مرتبطة بين الناس نتيجة العلاقة السيئة بين النظام الحاكم والشعب البحريني. نعم، الثورة في مصر والثورة في تونس كانت يعني مكنت الشعوب العربية، استلهمنا من هذه الانتفاضات والثورات. نعم، أعطتنا رسالة أن هذه الأنظمة السياسية اللي كنا نعتقد أنها أنظمة بوليسية لا يمكن تغييرها، لا يمكن إصلاحها، لا، هناك الآن هناك حقيقة جديدة أن النظام التونسي النظام الأكبر قمعا في المنطقة تم تغييره، وكذلك أن النظام المصري. فما بالك نحن في البحرين نطالب بإصلاحات، لا نطالب بتغيير النظام. طبعا هذه أعطانا يعني دفعة قوية. يعني منذ تحدث مثلا عن دخول إلى البحرين من جانب الأسرة المالكة مثلا، يعني اليوم بمجرد مطلب تغيير رئيس الوزراء في البحرين، وهو أيضا يعني له في الحكم 40 عاما يعني في الحكم، ألا يعتبر هذا استهدافا مباشرا لكل النهج الحاكم وليس فقط لشخص؟ يعني هل المشكلة فقط هي بشخص رئيس مجلس الوزراء البحريني؟ لا طبعا لا، يعني أنا لا أتحدث عن رئيس الوزراء، نادرا ما أتحدث حقيقة عن رئيس الوزراء. مشكلتي مع النظام الحاكم وليس مع رئيس الوزراء وليس مع ولي العهد، مع النظام الحاكم. نعم، هو الآن ربما هو رمز الاستبداد، هو رمز الفساد، 40 عام متربعا على رئاسة الوزراء، فترة انتهاكات واسعة فترته. ولكن يعني نحن لا نريد أن يرحل رئيس الوزراء ويأتي غيره من نفس الأسرة الحاكمة ويحكم 40 سنة أخرى. لا، ماذا تريدون؟ هنا نريد شخص من الناس، من الناس نفس يعني منتخب. تريدون أن تشاركون في الحكم؟ في الحكم نحن شركاء طبعا في الحكم. نريد نحن شركاء في الحكم، شركاء في الثروة، شركاء في النفوذ، يعني شركاء في السياسة. هنا للتفسير أكثر، يعني لمجرد شفافية أكثر في التفسير. يعني اليوم مثلا يعتقد لهن الأكثرية، إذا لنخرج من تسمية الشيعة والسنة، الأكثرية الشعبية في البحرين تعتبر بأنها لا تستطيع أن تدخل إلى منطقة الخليج عبر يعني مباشرة عبر إسقاط نظام ملكي، لكنها تريد أن تكون ممثلة برئاسة مجلس الوزراء وهي بالسلطة يعني. لا طبعا، أنا ضد التقسيمات الطائفية وضد أن نتحدث عن رئيس. لا منتخبة، لا منتخبة، لا منتخبة، لا منتخبة. ربما ينتخبون إبراهيم شريف، إبراهيم شريف أحد رموز المعارضة السنية الموجودة في السجن. يعني لا نؤمن بقضية الموضوعية السنية. وحتى الشيخ علي سلمان في أكثر من لقاء قال أن نحن مستعدين أن ننتخب أحد الشخصيات السنية اللي رأسها. يعني مستعدين. أيوة أيوة. لا لا لا. هذا ليس خلاف. تعهد بأننا أيوة. لو دخلنا أيوة. لا نريد أن ندخل عبر هويتنا المذهبية. لا لا لا. لا نستطيع أن ندخل أي شخص معارض أو أي شخص نعتبره إصلاحي. لا ضد طبعا. نحن لا نؤمن بالقضية المواضيع الطائفية كشعب البحريني. ونحن نتحدث عن محاولة فصل العائلة الحاكمة عن الحكومة. الآن هم يشكلون حوالي 70% من المؤسسات الوزارية ومؤسسات المالية في البحرين، وهذا
أثر وكان له تأثير على استشراء الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة. نحن نريد فصل السياسة عن الأسرة الحاكمة. لا أحد يتحدث عن رئاسة وزراء شيعة ولا رئاسة وزراء برلمان، ليست هي المشكلة، هي المشكلة المؤسسات وصلاحياتها. أي كثر تستطيع أن تعمل بالعدالة، أي كثر تستطيع المؤسسات إعطاء الناس حقوقها. وليس من يعني هناك الآن سفيرة يهودية في البحرين في يعني في لما يتحدث أحد عن لماذا، مع أنهم يشكلون حوالي 20 أسرة في البحرين، لما يتحدث أحد عن هناك أسرة يهودية أو هناك حتى ربما أسيويين في المجلس الشورى المعين. شعب البحرين شعب متسامح، شعب يعني يمكن من أقدم دول في الخليج توجد به كنيسة كنائس وتوجد به معابد يهودية، والمعابد اليهودية والكنائس بجنب الحسينيات وفي نفس المنطقة. يعني ما ليست هذه موجودة، ليست هي يعني في البال من يكون رئيس الوزراء، ولكن الناس تريد برئيس الوزراء من الشعب، يعني رئيس وزراء يمثل الشعب وليس من الأسرة الحاكمة. هذا الإشكال. إحنا لسنا مشكلتنا مع الشخص رئيس الوزراء، لكن بس مقارنة مثلا مع دول الخليج المحيطة بكم تعتبر يعني البحرين هي بوابة التنفس، يعني هي الأكثر تحررا فيها من الديمقراطية، ليس تحديدا ربما الديمقراطية. أستاذ لا تقارنيني بالدول الخليج، لا تقارنيني البحرين، يعني لا تقارنيني البحرين بالدول الخليج العربية، ليس ربما من الصحة، لأن البحرين دولة عمرها آلاف السنوات، لها حضارة دلمون وثقافات، ربما هذه الدول الخليج لم تشكل في ذلك الوقت. نحن كنا نرسل مدرسين إلى إيران وإلى العراق قبل 500 و400 عام، كتب علماء البحرين تدرس في هذه، يعني عندما لم تشكل دول الخليج العربية. المرأة البحرينية كانت تشارك في الانتخابات في سنة 1920، فهو نفس السنة التي حصلت فيها المرأة الأمريكية على حقها في الانتخاب بالترشح 1920. يعني عندنا الحياة السياسية الحياة الاجتماعية ربما متطورة، ونحن لسنا من خلفية قبلية، ربما المجتمع المدني الوحيد في منطقة الخليج العربي هي البحرين. نعم نحن نحكم الآن من قبل قبائل جاءت إلى البحرين في 200 عام الماضية، ولكن هناك شعب حضر في البحرين، شعب مثقف، نعم ارتبط بالزراعة وارتبط بالبحر وغيره، ولكن هو ليس شعب قبلي، شعب متعلم وثقف. فلا يمكن مقارنتنا مع المملكة العربية السعودية ولا مع الدول الخليجية الأخرى، التي طبعا هناك الكثير من المناضلين والكثير، ولكن لا زالت الأنظمة الحاكمة متمكنة جدا. نحن شعب نعم، لكن هذا ما يتناقشون به اليوم. يعني اليوم يقول البعض بأنهم يعني ما هي الحرية المطلوبة طالما هنالك، يعني أنا مقارنة مع المحيط بأنها لا تقارني بالمحيط الأستاذ، أنا قارنيني بالدول الديمقراطية. لماذا في الدول العربية المقارنة لما تجرى مع في البحرين يقول إن النظام الحاكم، شوفوا إيش يسوون في سوريا، شوفوا إيش يسوون في إيران. يا أخي ليش تقارني بإيران؟ ليش ما تقارني كيف يتم التعامل مع الناس في بريطانيا وفي السويد وفي أمريكا؟ ليش لماذا تقارننا؟ نحن شعب مثقف، شعب حضاري، شعب واعي، شعب له تاريخ لامتداد حضارة دلمن وغيرها. لماذا تقارن بدول قمعية ودول ديكتاتورية؟ لا نقبل أن نقارن مع أنظمة قمعية وأنظمة قارنونا بدول ديمقراطية. نحن نسعى إلى ديمقراطية حقيقية، إلى نظام يحترم حقوق الناس وحقوق الإنسان، إلى حريات، إلى كرامة، إلى ديمقراطية إسوة بالدول الغربية. وهذه المقارنة التي هي نعتبرها معقولة. ولا اليوم سيتهمونكم أيضا بأن يعني سيتهمون المتظاهرين تحديدا بأنهم نتاج تحرك أو نتاج غربي، يعني وديمقراطية غربية. يعني من قال بأن الديمقراطية الغربية هي المثلى؟ يعني والله يعني خلينا نقول يعني إذا إحنا نريد أن نقلد على الغرب في ديمقراطيتهم، يعني لا أعتقد أن هذا عيب. نعم نريد أن نقلد ونريد أن نأتي بالديمقراطية الغربية، نريد من التسامح من الإسلام والديمقراطية من الغرب نحن نحاول نستفيد من الحضارات الأخرى، نحاول نستفيد من الأنظمة السياسية الأخرى. نعم. يعني ولكن لا تأثير غربي طبعا. اسمح لي أن أقرأ لك اليوم ما نشرته وكالة أنباء فارس، لأن فيه يعني كلام إذا صح فيعني هو من الكلام الدسم يعتبر. يعني اليوم كتبت أو عنونت وكالة أنباء فارس: الأسد يرد بحزم على حامل رسالة الأمريكان، الأسد لأوغلو 6 ساعات تكفيني لإشعال الشرق الأوسط وإسقاط أنظمته. روى مسؤول عربي كبير فضل عدم الكشف عن هويته بأن الأسد أكد
لوزير الخارجية التركي خلال زيارته الأخيرة لسوريا بأن قوى عظمى كبيرة تدرك كل الإدراك أنه مع أول صاروخ يسقط فوق دمشق لأي سبب كان فإنه بعد 6 ساعات من سقوط هذا الصاروخ سيشعل الشرق الأوسط ويسقط أنظمته. وأفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن وكالة أنباء النخيل أن رئيس سوري بشار الأسد صدم الموفد التركي إليه برئاسة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال زيارة للعاصمة السورية دمشق قبل نحو شهرين. فرسالة تركيا للأسد المستندة إلى ثقل وتفاهمات تركية سعودية أمريكية تضمنت التهديد بمواجهة عسكرية دولية على غرار ما كان يحدث وقت ذاك في ليبيا لإنهاء حكم العقيد الليبي المتواري عن الأنظار معمر قذافي، إلا أن الأسد رد ببرود أعصاب شديد فاجأ ضيفه حين سأل أوغلو برأيك كدبلوماسي لماذا تتردد قوى دولية معروفة بعدائها لسوريا عن تكرار التجربة الليبية مع سوريا. وتابع الأسد يقول إنه إذا حصل أي جنون تجاه دمشق فأنا لا أحتاج أكثر من 6 ساعات لنقل مئات الصواريخ إلى هضاب الجولان لإطلاقها على تل أبيب، وفي الوقت نفسه سنطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات، كل هذا في 3 ساعات الأولى من 6 ساعات. وفي الساعات 3 الأخرى ستتولى إيران ضرب بوارج أمريكية ضخمة راسية في مياه الخليج، فيما سيتحرك الشيعة الخليجيون لضرب أهداف غربية أخرى وقتل أمريكيين وأوروبيين حول العالم، إذ سيتحول الشيعة في العالم العربي إلى مجموعة فدائيين وانتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحا وسيخطفون طائرات شرق أوسطية. حددي سؤالك. يعني هو سؤال يعني بما يعني حضرتك بالشق الذي يعني هو شيعة الخليج، هل هذا هو السيناريو يعني الذي يتخوف منه فعلا تتخوف منه منطقة الخليج بأن تتحرك أكثر من جبهة في أكثر من بلد خليجي والمعروف بأن معظم بلدان وما هي علاقة شيعة الخليج بسوريا؟ بأن إيران سوف يعني هو يقول بأن إيران هي التي ستحول الشيعة في العالم العربي إلى مجموعة فدائيين. هل المرجع للشيعة في العالم العربي يعني هل يأتمر كل شيعة العالم العربي فعلا بأوامر إيرانية؟ لا، يعني نحن لسنا نأتمر بأوامر إيرانية. شيعة البحرين إن تحدثت عن الجانب الديني لهم مرجعيات في العراق وفي لبنان، غالبية ربما في العراق والأقلية في إيران، ولا أعتقد إيران يمكن أن تحرك شيعة الخليج، ولا أعتقد أن هناك سيناريو للدفاع عن النظام السوري. نحن نعتقد أن الشعب السوري هو يخوض ثورة حقيقية. تتعاطفون مع الشعب السوري كما ولكن في نفس الوقت يعني أساس يكون دقيق جدا، نحن مع النظام في قضاياه الإقليمية، ووقفة النظام السوري في قضايانا الإقليمية هي أفضل من أي نظام آخر، ويعني يمكن لازم أن نؤكد ذلك. ولكن في نفس الوقت هناك نظام قمعي، نظام بوليسي، وشعب يطالب بحرية وديمقراطية، ونحن مع كل شعب يطالب بالديمقراطية. نحن إن كنا أنا كشخص نبيل رجب أو كمؤسسة حقوق إنسان أو كشيعة في منطقة الخليج، أعتقد كلهم يعتقدون أن الشعب السوري هو شعب مقموع، شعب مظلوم، يستحق الحرية ويستحق الكرامة ويستحق أن يعيشوا بديمقراطية. بين هذه يعني بين أنكم مع النظام أو مع سياسة النظام في دعمه لحقوق ولمطالب عدد كبير من أبناء هذه الأمة وبين مطالب الشعب السوري بإسقاط هذا النظام، أيهما يكون الخيار بالنسبة إليك؟ يعني من تدعمه؟ نحن نحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولو أسقط نظام ولو أسقط كل يعني لست أنا من يحدد خيار الشعب السعودي ولا الشعب البحريني ولا الشعب العربي، الشعب السعودي هو الشعب السوري هو من يقرر، ونحن مع تقرير المصير، مع حقوق الشعب في تقرير مصيره، وهو الشعب الذي يقرر، ونحن دعمنا دائما للشعب. بالأمس مثلا ما جرى من تظاهرة في السعودية واتهام السعودية لكون إقليمية بتحريك متظاهرين في الداخل السعودي، إلى أي مدى ترى يشبه هذا السيناريو يعني اليوم الذي قرأناه؟ يعني هذا دائما التلاعب بهذه الورقة. الشعب السعودي هناك من الظلم الواقع على هذا الشعب، هناك قمع لحرية الناس في التعبير وحرية الناس في التجمع، هناك اعتقالات تعسفية، هناك تعذيب ممنهج، هناك قمع ديني، هناك قمع للأقليات، هناك انتهاكات لحقوق المرأة، هناك من الأسباب الكثيرة التي تدفع الشعب السعودي أن يتحرك ويطالب بحقوقه دون أي تأثيرات إقليمية ودون أي تأثيرات من قبل أي دول أخرى.
هذه الورقة سوف يتم يعني التلاعب بها من قبل أنظمة الخليج، إيران والمنطقة، سوريا. هناك مشاكل حقوقية، هناك انتهاكات مستمرة، هناك أسباب كثيرة. لسنا بحاجة أن نكون متأثرين بهذا النظام أو هذا الإقليم. هناك من الانتهاكات المستمرة موجودة في هذه الدول. يجب بفصل الموضوع. لكل بلد خصوصية. نحن لا نريد أن نكون جزء من قضايا إقليم. حق أنا أتحدث على قضايا. سيسألونكم يعني. نحن لا نريد أن نكون جزء من تعقيدات إقليمية. نحن لا نريد أن نكون جزء من مشكلة بين إيران والغرب، بين إيران والسعودية. ليتصالحوا ليتقاتلوا خارج الحدود. نحن نطالب بحريات لشعوب المناطق. بس أنتم يعني استضيتم بحكم لعقود وعقود. هل يعني اليوم لماذا هذا السؤال يعني دائما يطرح بأن ارتضى الشعب البحريني كما عدد من الشعوب العربية بحكم وبأنظمة تحكمه لعقود وعقود؟ اليوم حين مثل ما بنقول يعني نحن ظهر أو لمع نجم مثلا في البحرين، هذا الذي يقال حين لمع نجم إيران وعادت إيران تعتبر يعني كقوة إقليمية ولها قوة فعلا فاعلة وتحسب لها يحسب لها الحساب، خرجتم. لو كانت إيران ضعيفة هل تجرأ مثلا شعب البحرين تاريخنا النضالي مواجهة مع نظام مدعوم من كل محيطي؟ أستاذ العزيزة، النظام الجمهوري الإسلامي تأسس 1979. نحن لنا تاريخ طويل نضالي سياسي مع هذا النظام، من الانتفاضات، من المواجهات، من المقاومة. قبل 79 كان ما كان عمره يعني القناة الجديد لم تكن موجودة في ذلك اللحظة، ولكن التاريخ موجود. ولكن هناك تاريخ طويل من المقاومة مع هذا النظام الحاكم وليس الإيران. وسنة 1971 عندما استقلت البحرين جاء موفد الأمم المتحدة يسأل البحرين شيعتهم بسنتهم، من تريدون أن تكون مع دولة مستقلة تحت هذه الأسرة الحاكمة إيران؟ شعب البحرين، شيعة البحرين برمتهم اختاروا أن يكونوا مستقلين تحت النظام الحاكم السني، ولم يختاروا أن يكونوا مع النظام الحاكم الشيعي في إيران. نحن لسنا لنا علاقة. كان نظاما يعني جديدا. نظاما شيعيا، رئيسا شيعيا ونظاما شيعيا. الناس لا يوجد. لا نريد أن نرتبط بإيران. لا نريد أن تزجونا دائما بإيران. يعني نحن لا نريد أن تعاقبونا على اعتبار أن خلفيتنا المذهبية هي شيعية. نحن لا نريد اليوم أن نعاقب لأننا شيعة وإيران شيعة. لا نريد أن نكون ضحايا نفوذ إيران في المنطقة. لا نريد أن نكون ضحايا تنامي قوة إيران في المنطقة. لا نريد أن نكون ضحايا صراعات إقليمية. نحن نطالب بديمقراطية في بلادنا، في البحرين وفي السعودية وفي كل دول الخليج العربية، إسوة بكل الديمقراطيات. نحن شعوب مثقفة، شعوب واعية، شعوب حضارية تريد أن تعيش بحرام بكرامة وحرية وأسوة بكل الشعوب. سأتابع معك في بعد الفاصل كيف قرأتم دعم تحديدا الأمين العام لحزب الله للإيرانيين وللثورة الإيرانية وللحراك الإيراني، إلى أي مدى أثر سلبا كما نقل على البحرينيين في داخل البحرين وحتى على اللبنانيين يعني الذين كانوا في البحرين، ويقال بأن عدد كبير منهم ترك عمله وعاد خائفا. إلى أي مدى هي تهمة أن ترفع صور سيد حسن نصر الله في البحرين؟ بعد فاصل علينا. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين أستاذ نبيل رجب. أستاذ نبيل، في لبنان أيضا كان في هنالك أيضا انقسام نتيجة صورة الصراع والمذهبي ربما التي عكست على حراك البحرين. كلام السيد حسن نصر الله الكل يذكر في حينه موقف السيد حسن نصر الله الذي دعم وتساءل ماذا لو لم يكن هؤلاء الذين يتحركون في البحرين غير شيعة. صحيح أنه انعكس فعلا وبصورة سلبية جدا على داخل الحراك البحريني؟ يعني بعيدا عن انعكاساتها او ردة الفعل تجاه هذه الكلمة، لانني ارى ان كان يفترض من كل الرموز السياسية في لبنان وكل الزعماء العرب ان يكون لهم موقف في الموضوع هذا. البحرين كانت تتعرض الى انتهاكات مستمرة، قمع مستمر، سجون زج بها الكثير والالاف من الناس. كان يفترض من كل الشخصيات الوطنية في العالم العربي ان تأخذ موقفا من هذا. للأسف الشديد نحن شاهدنا كيف صار انقسام في المنطقة العربية حتى في موضوع البحرين
خصوصا في العراق وفي لبنان عندما تحدث السيد حسن نصر الله رئيس حزب الله فيما بعد طرع السيد رئيس الوزراء الحريري وتحدث انتقد وأيد موقف البحرين، ونحن لا نريد ذلك، نحن لا نريد أن ينقسم المجتمعات، نحن شيعة وسنة، نحن نطالب بالديمقراطية لكل أطياف المجتمع شيعته بسنته، لا نريد أن المجتمعات تنقسم، نريد أن المجتمعات أن تقف مع الحق مع المعايير الدولية مع معايير حقوق الإنسان. هذا شاهدناه في لبنان، شاهدناه في العراق، للأسف الشديد هذا الانقسام نحن لم نسعى إليه ولا نعتقد أنه شيء سليم أو شيء صحيح أو شيء صحي. نحن نريد تأييد الشعب اللبناني، نحن نريد تأييد القيادات اللبنانية شيعتهم بسنتهم بدروزهم بمسيحيهم، نحن نطالب بالديمقراطية لنا ولكل الناس من مسيحيين وهندوس وقاطنين في البلاد وسنة وشيعة، لا نريد هذا الانقسام. للأسف الشديد رأينا فصيلا من تيارات قريبة من صارت من النظام الحاكم، ونظام الحاكم نظام قمعي مستبد طاغية، كيف تفسرون الوقوف مع هذا النظام ضد حراك شعبي يطالب بالديمقراطية؟ كان موقف غير مقبول حقيقة يعني للتيار ربما المستقبل أو السيد الحريري الذي كنا له كل الاحترام، وليس لنا علاقات بالشأن اللبناني والشأن الداخلي. ربما الكثير من الناس تؤيد السيد الحريري وزين من الناس تخالفه، ونحن لسنا لنا علاقة ولكنهم للأسف الشديد في موضوع البحرين انقسموا شيعة وسنية. كنتم تفضلون كبحرينيين أن لا يكون هناك موقف من الأساس طالما لا هذا نفضل أن يكون موقف منقسم من قبل الجميع موحد لكن الموقف المنقسم انعكس سلبا من الجهتين عليكم يعني. لأن صار وكان حزب الله هو الوحيد الذي يؤيد الانتفاضة في البحرين، وكل القوى التي أيدت في السابق انتفاضات أخرى وفي تونس وفي سوريا وفي مثلا في صمتت في موضوع البحرين. هذا جعله وكأن الموضوع شيعيا فقط، وليس كذلك. يعني نحن نريد كل القوى اللبنانية بالسيد الحريري والسيد حسن نصر الله وكل القوى والسيد عون والجماعة الـ14 كلهم نريد منهم موقف في موضوع البحرين. نحن نطالب بالديمقراطية، نحن نسعى إلى ديمقراطية حقيقية كما هي على الأقل أنتم لديكم ديمقراطية ولا كنتوا عندكم حقيقة تقاسم طائفي. نحن لا نريد كذلك، ولكن نريد ديمقراطية على الأقل برلمان صلاحيات وحكومة منتخبة. نحن كنا نتوقع أن نحصل على تأييد تشجيع من قبل هذه الفصائل اللبنانية الموجودة وليس انقسام. نحن نريد أن نكون رمزا عمودا للوحدة وليس عمودا للانقسام. للأسف الشديد هذا الذي رأيناه وأتمنى لا نراه في المستقبل. أيضا رح تابع معك، لكن اسمح لي أن نطلع من دكتور شرب الكفوري رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن أجواء الإضراب أو التحذير من الإضراب. دكتور شرب صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. دكتور كفوري، يعني اليوم من المفروض يكون في اعتصام للأساتذة المتفرغين أمام وزارة التربية؟ لا، ده مش اعتصام، نحن ما في اعتصام. هودي الاساس المتعاقدين هودي مشروع تفرغ، ونحن بتعرفي بالجامعه نحن معهم ومع كل واحد عنده حقوق لازم يطالب فيها. بس كمان نحن برابطه الاساس في عندنا مبدا للتفرغ، هو مبدا الحاجه والكفاءه. هؤلاء الناس مظلومين ونحن معهم، بس الاضراب تبعون الجامعه مش بخصوص المتعاقدين هالقديه. بأي خصوص؟ نحن بخصوص إصلاح سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية، ونحن مقدمين بمشروع قانون، ومشروع القانون أحيل من وزير التربية وهلأ بمجلس الوزراء ومحطوط على جدول أعمال مجلس الوزراء. نعم. ونحن مش بدنا نعلن الإضراب، نحن عالنين الإضراب هلأ بالجامعة. مزبوط. وبانتظار ما سيقره مجلس الوزراء اليوم، لانه نحن بنعتبر انه مجلس الوزراء لازم هالمشروع القانون يلي احيل له ويلي وعدنا انه بده ينبحث اليوم ويتم اقراره اليوم، نتمنى انه يتم اقراره اليوم واحالته الى المجلس النيابي، وان لم يقر والا نحن طبعا نحن في توصيه من مجلس المندوبين ومن الجمعيات العموميه للهيئه التنفيذيه يلي لي شرف ترأسها، نحن إذا ما بده يصير في إقرار لهذا الموضوع اليوم لمشروع القانون نحن رايحين على التصعيد وربما نصل إلى الإضراب المفتوح. هذا أمر لا تراجع عنه، وهذا أمر منه مشروع مساومة. بس هنا أيضا أنتم تتهمون دائما دكتور كفوري، يعني يمكن رابطة أساتذة متفرغين في الجامعة أو الأساتذة
في التعليم الرسمي والتعليم الخاص الثانوي دائما انتم متهمون بانكم تنتظرون عند بدايه كل موسم دراسي لتتخذوا الطلاب رهينه وتتخذوا الاتهام. لا عفوا ليش الاتهام بده يتوجه لنا؟ ما بده يتوجه الاتهام للحكومات المتعاقبه بالتصير وبالمماطله. نحن بالجامعه اللبنانيه كرابطه اساسي نحن تاريخيا ما في مطلب او مطلب تطويري او مطلب للاساتذه او للعاملين او للطلاب بالجامعه او لحقوق الجامعه الا ما اخذناه بتحرك ديمقراطي. لا عم بيوصلونا لهون. هذا موضوع محق. واحنا مشروع عنون سلسله الرتب والرواتب اسوه بما اعطي لغيرنا وخاصه للقطاط. نحن بالنسبة لنا رواتبنا هي متلازمة مع رواتب القضاة بذات النسب. مفروض هالأمر هذا ينبت اليوم. ونحن كمان بالمقابل وضع الأستاذ الجامعي، انت بتعرفي خصوصية الأستاذ الجامعي وداش بيتطلب منه أمور. الأستاذ الجامعي بيقولون بيلزمه يتفرغ بالجامعة، ما له حق يشتغل غير مطرح. نحن بنتقاعد على 64. نحن منبلش بسنة متأخرة لأنه بتعرف اللي بده يحصل على دكتوراه. يعني نحن لا وضعنا نحن وفي إلنا خصوصية. وهذا الأمر نحن اجتماعنا مع أكثرية وزراء الحكومة كان في تفاهم وحتى كان في حماس انه لا هذا الامر لازم تحصلوا عليه لانه هذا الوضع. ونحن من بعد اذا ما حصلتوا عليه بكون الرساله للجامعه اللبنانيه والتهديد للجامعه اللبنانيه يعني كجامعه يعني عامه لكل اللبنانيين. هل هو محاوله لضرب الجامعه اللبنانيه؟ لا هو على كل حال الاستلشاء بالجامعه منه ابن اليوم. الجامعه متروكه اداريا من سنة 2004. ما في مجلس جامعة، ما في مديرين بالأصالة، ما في عمداء بالأصالة، في شهور بمركز رئاسة الجامعة، في عدم تطبيق للقانون. ما بيشوفوا من الجامعة إلا شو بيقدروا يطخوا فيها أو شو بيقدروا يستفيدوا منها. اليوم مفروض يكون في تعيين رئيس أيضا للجامعة بالجلسة. نعم هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر وهذا لنا رأي فيه. نحن تعيين رئيس الجامعة مع احترامنا لكل شخص بده يتعين، والأسماء المطروحة هن زملاء أعزاء وأحباء وبنحبهم كثير، بس نحن كمان بنعتبر أنه تعيين رئيس الجامعة كان لازم يمشي حسب الأصول اعتبارا من مجلس الجامعة الذي يرشح 5 أسماء ويتم انتقاء أحدهم لتفوق مركز رئيس الجامعة. نعم هذه مخالفة للقانون، يعني مكفيين بمخالفة القانون. نحن بالنسبة لنا مش تهديد ولا وعيد، لا منهدد ولا منتوعد. نحن بالنسبة لنا في مشروع سلسلة بين ايديهم. هذا المشروع مبني على حقائق، مبني على احصائيات. اتصوري انه الاستاذ الجامعي يلي ببلش بالقطاع التعليم العالي الخاص ومبتدئ بيقبض اكثر من استاذ او ضعف راتب استاذ له 30 سنة بالجامعة اللبنانية. هل هذا مسموح؟ لا والله هذا مش مسموح. ان شاء الله تكون ان شاء الله دكتور شرب الكويت تكون فعلا توصل صرختكم وان يتم تلبيه يعني مطالب كل الاساتذه المتفرعين في الجامعه اللبنانيه حفاظا ايضا على هذا الصرح وعلى جوده التعليم في الجامعه اللبنانيه. شكرا جزيلا لك دكتور كفوري. متابعه معك كنا نتناقش عن الانقسام في الموقف اللبناني. الى اي مدى اليوم رفع صوره سيد حسن نصر الله في البحرين هي تهمه وتهمة قد تؤدي إلى السجن يعني كما سمعنا وكما يعني رفع صورة السيد حسن نصر الله هي ليست يعني استثناء، إنما كما هي الكثير من الدول العربية التي ترى في حزب الله حزبا مقاوم ضد إسرائيل، وهناك يعني مناصرين لحزب الله في البحرين من هذه المنطلق، من منطلق وجوده أمام إسرائيل. ولذلك ترى صور السيد حسن نصر الله في بعض المنازل وبعض البيوت وبعض السيارات، ولكن هذه تهمة طبعا، تهمة يعذب الناس من أجلها ويسجن الكثير من الناس تم سجنهم لكون كانت هذه الصورة موجودة في مفاتيح سيارتهم او في سياراتهم ويتم تعذيبهم. يعني اليوم ما في تم ازاله كل صور تقريبا. ما لا ما تشوف يعني ما موجود الان في الشوارع وفي كما كانت سابقا ايام. لا ما موجود. جريمه تعتبر اليوم في البحرين يعني. صحيح لا يوجد قانون
بس ربما تعاقب عليها اكثر من جريمه. طيب هنا اليوم وهذا بيرد بيقولوها ولاء الشيعة للخارج وحزب الله وهذه الاسطوانه تكرر على اساس هذه الصور يعني. ايضا بلعبه الاقليات والاكثريات التي اليوم يعني بدانا نسمع او نسمع اكثر فاكثر مع تطور انتقال الثورات من عالم عربي الى اخر او من منطقه الى اخرى. اليوم يعني تعتبرون او اليوم يعتبر شيعة البحرين هم من الاكثريه في البحرين، لكن في المنطقه يعني اذا بدنا نقارن في المنطقه اليوم بدا البعض يقول بان بدا الخوف يعني خوف الاقليه الشيعيه في المنطقه يتصاعد نتيجه ما يحكى وما ينقل عن تصاعد نجم الإسلام السني المعتدل الذي يسمى يعني بالإسلام السني المعتدل كما يوصف أو بظاهرة الإخوان المسلمين في العالم العربي. يعني اليوم أنتم تعتبرون نفسكم أو شيعة البحرين يعتبرون أنفسهم كأكثرية ولهم الحق في المواجهة، لكن في منطقة تتغير برمتها. يعني اولا عدد الاقليه والاكثريه يعني الشيعة في البحرين هم اكثريه، ولكن حسب المعايير الدوليه هم اقليه، يعاملون كاقليه، اي بمعنى نحن نستطيع ان نستخدم اليات الامم المتحده المعنيه بالاقليات فيما يخص الشيعة البحرينيين، ولو انهم هم شعب ولا هم الاغلبيه، وعلى اعتبارنا التعامل كيف يتم التعامل معهم. نحن طبعا سوف ندعم كل قوى ديمقراطية تأتي إن كانت هي إسلامية أو علمانية أو يسارية، ولا نرى في ذلك إلا دعم إلى انتفاضتنا ودعم إلى نضالنا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، ولا نرى في ذلك خطر، بل نرى أن الآن تركيا مثلا هو نظام إسلامي. بالعكس نحن حتى لما طرح موضوع الوساطة ومن الناس الذين أيدوا الوساطة التركية بعيدا عن أي وساطة إيرانية لكي لا متفهمين هذه الحساسيات الإقليمية وإيران، ولما طرحت المبادرة الكويتية للإصلاح بين الشعب وبين النظام الحاكم كذلك رحبنا بها، ولازلنا نرحب بالكويتيين والأتراك أن يدخلوا في الوضع ويعملوا نوع من المصالحة بين النظام الحاكم وبين الشعب البحريني، ولكن النظام الحاكم هو الذي رفض كلتا الوساطتين. ولا نرى في هذه الدول والنمو هذه الدول إلا دعم لنا وإلا دعم لديمقراطيتنا، وكما شاهدنا ربما النظام التركي والرئيس التركي الذي وقف مع الانتفاضة وتحدث أن لا تكون البحرين كربلاء أخرى عندما رأى الدماء وعندما رأى الناس تقتل، بل نرى هذه الثورة التونسية والثورة المصرية إن شاء الله أن تتحقق إلى نهاية المطاف وتشكل حكومات ديمقراطية، ولكنها لا شك أنه سوف تكون داعمة وسوف تكون القيادة الروحية لكل الحركات الديمقراطية إن شاء الله تكون في هذه الدول. ماذا تعني حقوق الإنسان كمنظمة في البحرين؟ هل هي من المنظمات التي دخلت العناية الفائقة أيضا؟ يعني اليوم في لوم بحريني كبير جدا على المنظمات الحقوقية في كل العالم وعلى المنظمات الإنسانية، ما هو هذا يعني هل هو مجرد لقب وليس له أي فعالية على الأرض؟ انت تحدثت عن الشأن المحلي، طبعا احنا البحرين نعد من يمكن من انشط المنظمات ومن من انشط الحركات الحقوقيه في المنطقه العربيه، واستطعنا ان ناخذ الملف البحريني لكثير من المؤسسات الدوليه بما فيها الامم المتحده، حتى باتت البحرين قضيه البحرين اليوم معروفه. منظمات حقوق الانسان هي منظمات، هي قوى شعبيه، هي قوى ضاغطه، هي يعني لا تستطيع أن تغير بالقوة، ولا تستطيع أن تشكل رأي عام، تستطيع أن تضغط على الرأي العام، تضغط على حكومات. المنظمات الحقوقية على الصعيد الأقليمي والصعيد الدولي تعمل قدر الإمكان في إبراز موضوع البحرين وإبراز موضوع الانتهاكات الموجودة في منطقة الخليج العربي، وأنا أعتقد أنها قامت بدور جبار حتى الآن، آخرين في الاعتبار أنهم لا زالوا ممنوعين من دخول المنطقة. غالبية دول الخليج لا تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول البحرين، وهذا ربما ترين أقل من ما يكتب عن المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية من بقية الدول العربية، ولكن أعتقد أن المنظمات الحقوقية تقوم بدور جبار إن كانت في البحرين أو على الصعيد الإقليمي أو الدولي. أيضا يعني اليوم حضرتك في بيروت في مؤتمر مفروض لي هناك مؤتمر عن حقوق الإنسان في البحرين، هناك منتدى لحقوق الإنسان شكل في بيروت من قبل البحرينيين الموجودين في الخارج في بيروت وبقية دول العالم الذين انتشروا نتيجة القمع
الذي مورس في البحرين. هناك نسبة هجرة عالية من البحرين نتيجة الأحداث مؤخرا في الأشهر الأخيرة. هناك نسبة من الهجرة من المثقفين، من العقول، من الأكاديميين، من الأطباء إلى الخارج بعد أن استهدف كل قطاعات المجتمع النظام البحريني. هناك هجرة كبيرة في كل دول الأوروبية موجودين الآن، قلة في لبنان وهي منطقة عادة ما يأتي لها قبل أن يرحلوا إلى الدول الأوروبية، ولكن هناك هجرة في البحرين في نفس الوقت الذي النظام الحاكم يأتي بناس ويجنسهم من الخارج على أساس قبلي وعلى أساس مذهبي من دول أخرى ومن المملكة العربية السعودية للأسف الشديد. يتم تجنيس بأرقام عالية من السعوديين؟ بأرقام عالية طبعا، هناك عملية تجنيس مؤسسة سياسية على أساس مذهبي من قبائل داعمة للنظام الحاكم من بعض الدول يأتي بها، وفي نفس الوقت يتم التضييق على السكان الأصليين لكي يرحلوا من البلاد، وهذا ما هو حاصل الآن. أيضا بآخر ما في يعني لا يوجد أي مجال اليوم لإعادة إطلاق أي حوار بينكم وبين النظام، يعني ماذا جرى بمثلا كان يعتبر ولي العهد الشيخ حمد سلمان بن حمد بأنه من الأشخاص المعتدلين والذين بإمكان البناء معهم بعده يعتبر يعني في نهاية المطاف هو يعني دارس في أوروبا ودارس في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عندما يعودون هم نفس العقلية القبلية التي لا تختلف كثيرا عن هذه المؤسسة الحاكمة. الشيخ سلمان هو يعني وجه لنفس العملة لنفس النظام القمعي المستبد الحاكم، كنا نعول عليه كثيرا، كنا نراهن عليه كثيرا أن يكون الشخص المصلح في البحرين، ولكنه يوما وراء يوم نكتشف أن وراء هذا الشخص نفس هذاك الشخص القمعي الدكتاتور يختفي وراء هذه العبة ولا هذا البشت يعني. ولكن نحن مع الحوار طبعا، نحن مع التصالح، مع الحوار، مع التوافق مع النظام الحاكم، نحاول أن نرى أي مؤشرات من النظام الحاكم لكي نستفيد منها. لحد الآن لا توجد مؤشرات، لحد الآن لا يوجد أي مؤشر أن النظام الحاكم مؤمن بعملية الإصلاح، مؤمن بعملية الحوار، لا زال يعتقد أن القمع بدعم سعودي بأموال سعودية ستحميه في السنوات القادمة. نحن نعتقد خلاف ذلك، أن البحرين في أزمة الآن، أن الخلاف يوما وراء يوم يزيد عمقا، الفارق بين الأسرة الحاكمة والنظام الحاكم وبين الشعب البحريني، استمرار بهذه الصورة غير صحي. اقتصاد شبه منهار الآن في البحرين، جمود في المؤسسات والخلاف مع النظام الحاكم، استمرار هذا سوف يكلف الناس وسوف يكلف النظام الحاكم كثيرا. نحن نبحث أن نحاول أن نرى من الحكماء في أوساط النظام الحاكم، لحد الآن للأسف الشديد لحد الآن لم نرى وجوها برزت في أوساط النظام الحاكم من نستطيع أن نعول عليهم. ولذلك أنا أعتقد أن وجود طرف آخر، وجود طرف ثالث نفس الطرف التركي أو الطرف الكويتي، محاولة الدخول في مبادرة لإصلاح الوضع سوف يكون مرحب بها، ولكن النظام الحاكم لا يقبل بذلك، وهذه مشكلة حقيقية نحن نعاني منها. الواضح أنه مزيدا من المواجهة، مزيدا من التصادم، مزيدا من الفعاليات الشعبية. أخيرا بعد إزالة دوار اللؤلؤة في المنامة أين يتجمع؟ يعني هذا يبين لك، هذا يبين لك العقلية الحاكمة في البحرين كيف تفكر. يعني هي لا تستطيع أن تمحي ذاكرة، تستطيع أن تمحي هذا الصرح وهذا المبنى، ولكن لا تستطيع أن تمحي ذاكرة مؤلمة، ذاكرة دموية مرت علينا، قمع هذا النظام، قتله للناس، ذبحه للناس. يعني ويعني هذا بات اليوم الرمز دوار اللؤلؤة، هو يعني صرح فنسعى إلى الرجوع إليه، في شيء نفسي شيء معنوي، لا ربما لا يعني ربما لا يعني شيء، ولكن يعني كثيرا لنا، لذلك سوف يبقى رمزا وسوف يبقى مكانا نسعى إلى الوصول إليه مرة أخرى. هو هل يستحيل الوصول إلى لا يستحيل، نحن لدينا يعني شعب مؤمن بموضوع موضوع بس أين التجمعات تتم اليوم في أكثر من مكان؟ عشرات تجمعات بشكل يومي ومئات بل آلاف من قنابل مسيلة للدموع والمطاطي، لكن لا يوجد اليوم مقر يعتبر هو مقر التجمع الأساس. ربما هذا أحد العوامل التي ساهمت في استمرار الانتفاضة حتى الآن، لا توجد قيادة، لا يوجد مقر، لا يوجد مكان واحد، هذا هو أحد عوامل الاستمرار. وأنا أعتقد، أنا مؤمن أننا سوف نحقق النصر، أنا مؤمن لكن ما بعد النصر هل ستحققون أيضا مشاركة للآخرين أم أنه في حال
يعني تم لا يوجد آخرين مطالب هذه لا يوجد آخرين في البحرين. يوجد شعب, يوجد شعب له كل الإقامة الحقوق شعب. يعني ستكونون ديمقراطيين أم أيضا متى تصلون إذا إلى سدة الحكم ستصبحون لا أيضا نريد يعني نصل. أنا شخص لا نريد لا, لا ليس أنت يعني عبرك نسأل لا يعني. نحن نريد ديمقراطية يشارك فيها الجميع ممثل فيها الجميع وديمقراطية. نحن يعني نحن ضحايا فترة طويلة من أنظمة قمعية دكتاتورية من كبت وقتل. يعني نريد أن نخرج من هذه المرحلة لمرحلة رفاهية ديمقراطية حريات. يعني هذا ما لا نريد أن نخرج من يعني هل الوعد من الطرف المتظاهر والمحتج اليوم بأنه إن وصل إلى الحكم سيكون ديمقراطيا ولن يكون شبيها بكل الحكام الذين يعني بعدد كبير من ثورات قامت يعني لأجل وصول حاكم معين. متى وصل هذا الحاكم ولو وصل بثورة وانقلاب تحول ديكتاتوريا يعني اختلفت العالم اختلف, الاتصالات اختلفت, الشعوب اختلفت, الأنظمة اختلفت من تلك الفترة لحد الآن. أنا أعتقد هذا لا يمكن تكرار كما حصل في ليبيا وحصل في العراق وفي مصر. رؤساء يأتون بثورات وهم يحكمون لا, حتى الوعي العربي, الوعي في المنطقة العربية والمراقبة والمحاسبة بعدت ثقافة اليوم وليس كالأمس. واليوم الاتصالات يعني أنا يتم ضرب بيتي وخلال دقيقة واحدة الخبر موجود. لا 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 يمكن تكرار هذه المسائل في المنطقة. اليوم الشعوب العربية تواقة للحرية والديمقراطية. للأسف الشديد قدرنا أن نعيش في أنظمة قمعية, أنظمة ديكتاتورية, أنظمة مستبدة, ولكن مسؤوليتنا أن نناضل, أن نكافح, أن نقاوم هذه الأنظمة بسلمية وبحضارية لتحقيق مطالبنا الحق, مطالبنا السياسية, مطالبنا الحقوقية. وسوف أنا لا يوجد عندي أدنى شك أننا سوف نحصل على حقوقنا بهذه باستمرار نضالنا وكفاحنا إن شاء الله. رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد نبيل رجب, شكرا جزيلا لحضورك ومرحب بك في لبنان وفي استوديوهات الجديد. شكرا أستاذ العزيز. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة, غدا جديد من برنامج الحدث, فكونوا على الموعد.